المشاهدين متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في مباشر جديد من الدار البيضاء وبالضبط من منطقة البرنوسيز ناسا. غادي نحاولوا ندخلوا بكم لأحد الأحياء القديمة بمدينة الدار البيضاء باش نشوفوا الأجواء كيف دايرة في زمن الحجر الصحي، مع العلم ان الحجر الصحي رفي لكن الاجواء ديالو باقا كتبان في زمن كورونا كيف كتشوفو معنا. دولي كنموت على البرنوسي لهذا حنا جينا لهنا باش الناس اللي كيبغيو البرنوسي يشوفوا كيف هي الاجواء في هذه الساعه اللي كتشير الى 1:50. كتشوفوا هذه الاجواء بازقة ودروب منطقة البرنوسي بالدار البيضاء، الاجواء جد عادية. اللي كيسكنوا في البرنوسي يحاولوا يقولوا لنا اش من حي اش من زنقه هذا بالضبط، الازقه اللي كندوزوا منها يقولوا لنا اش الاسم ديال الزنقه اللي كندوزوا منها. حاولوا تبارطاجيو باش يدخل معنا اكبر عدد ممكن ويرافقنا في الجوله الليليه، في هذه الحصه الليليه اللي غادي تستمر حتى 8 صباحا او ما يزيد.
كنجرو بكم بمنطقة البانوسي، ومازال غادي نطلعو الحي أناسي. زمنية قصيرة باش نقراو التعاليق ديالكم ونقلبوا على الاتجاه، نشوفوا الاتجاه اللي كيغيبوا فيه عدد كبير من المشاهدين ونمشيو له. قلب اخويا الحي المحمدي، غادي نرجعوا اخويا الحي المحمدي يوسف اش ا. نطلع القدس، غادي نحاول نطلع القدس، طريق 86 حي طريق. سير دوار بيه حي المحمدي خويا، غادي نكونو راجعين وغادي ندوزو على منطقة الحي المحمدي. أكيد الحي المحمدي، والحي المحمدي كندوزو عليه يوميا، غادي ندوزو الحي المحمدي. تحياتي لك هشام الكحل من وجدة، مرحبا بالناس ديال وجدة ومرحبا بالناس اللي كيتابعونا مباشرة على قناة شوف تي في من الجهة الشرقية عامة ومدينة وجدة خاصة. معاجز ينقص، حاولوا تبارطاجيو ما امكن باش يبقى معنا واحد العدد الكبير يجون معنا في هذه المنطقه ديال البرنوس. ونزولا عند رغبه العديد منكم اننا نمشيو في اتجاه حي القدس، حنا غادي نمشيو لحي القدس ومن بعد غادي نرجعوا للاحياء اللي طلبوا المشاهدين الكرام ومنهم الحي المحمدي. إبراهيم شوقي، الحي الحسني، حي الفرح، جيلي ساسفة، المهدي فايا، حي المحمدي، حي الحسني. كاينين طلبات كثيرة، طلبات كثيرة ديال الأحياء، غادي نحاولوا ما أمكن أننا نجولوا في كل هاد الأحياء هاد الليلة. كيف قلت لكم قبل بأن راه الإدارة ديال قناة شوف تي في وظفات واحد الصحفي ليلي يخدم معايا بالليل، ولكن باش نتعاونوا باش هو يمشي مثلا الحي وانا الحي، ولكن اليوم هو في مهمة خارج مدينة الدار البيضاء. وهذه المناسبة كنتمنوا له التوفيق للسي عبد المولى الوافد الجديد على قناة شوف تي في. اذا كيف قلنا لكم، ونزولا عند العديد من المشاهدين اللي طلبونا اننا نمشيو لحي القدس. الحي القدس هو أمام